مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج مواهب. مشاهدينا الكرام اولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه اهتماما بالغا بالموهوبين والمخترعين، ايمانا بدورهم في تقدم البشريه. للتعرف على الموهبه والموهوبين يسرنا ان نستضيف سعاده الاستاذ محمد بن يحيى حداد المشرف التربوي المختص في مجال رعايه الموهوبين باداره الموهوبين بتعليم الرياض. حياك الله استاذ محمد. اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. الله يبارك فيك. استاذ محمد في البدايه نريد ان تعرفنا على مصطلح الموهبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم. الحقيقه في البدايه احب ان اشكر وأقدر لهذه القناة قناة المرقاب هذه الاستضافة طيبة وأشكر حقيقة القناة على هذه البادرة في إيجاد مثل هذه البرامج حقيقة نافعة ولعل هذا البرنامج من أهم البرامج التي تخص وتهم العائلات والأسر وحتى المجتمع بشكل عام ثم أتقدم بشكر الجزيل لك يا أستاذ عايض حقيقة على الإبداع والتميز في هذه الحلقات أو في هذا البرنامج الله عز وجل سبحانه وتعالى وضع في الناس ملكات وخصائص، ولعل ذلك واضح وجلي فيما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الآيه ان الله عز وجل اختص من عباده اناسا فميزهم في العقل والذكاء والعلم والعمل والجسم وغير ذلك. فالموهبة حقيقة عبارة ومثل يمكن أن نطرقه نطلقه ونضعه أو نوصمه كثير من الناس حقيقة لأن الموهوب لا ينزل من السماء وإنما هو إنسان وبشر يعيش بيننا لكنه يتميز عن غيره ببعض الصفات والخصائص فهو يفكر ويطور ويجدد والموهبة وهبها الله عز وجل لمن يشاء من عباده لذلك ميز الله عز وجل بين البشر وجعل بينهم تمايزا فمنهم الموهوب ومنهم العادي ومنهم غير ذلك ولعلنا إن شاء الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة أن نتطرق إلى الموهبة الموهبة والموهوبين فالموهبة تعرف في اللغة بأنها من الفعل وهبة أي أعطي الشيء فإذا أعطينا الشيء دون مقابل اي وهبناه للشخص الاخر. في المعجم العربي حقيقه او في المعاجم الادبيه العربيه هي مقدره في الانتاج الفني. فالشخص الذي لديه المقدره في الانتاج الفني ولديه قريحه او مهاره في ادراك او تفاصيل الكلمات والمعاني نقول على انه موهوب. لذلك في المعجم الوسيط الموهبه من وهب له الشيء اي اعطاه بلا عوض وبدون مقابل. واذا اردنا حقيقه ان نعرف معنى الموهبه بمعناها الدقيق فهي امتلاك الفرد لميزه معينه هذه الميزه لا توجد عند معظم الناس وانما ينفرد فيها هذا الشخص وقد يشابهه اشخاص اخرون في هذه الميزه لكن حتى بينهم تفاوت وفروق فرديه لذلك هي عباره عن استعداد فطري موجود لدى الانسان وهذا الاستعداد يتم تشكيله داخليا ليخرج الاخير بمنتج معين وهو ما يراه الناس فالشخص الذي لديه موهبه هو لديه قدرات وامكانات، هذه القدرات والامكانات تترجم في فيما بعد على شكل منتج في الاخير، <applause> هذا المنتج هو الذي يراه الناس فيبدا بوصم هذا أو وصف هذا الشخص بانه موهوب، آه لابد ان تقدر او يقدرها المجتمع لان اي موهبه لا يقدرها المجتمع ليس لها قيمه حقيقه، آه كثير من العلماء يبين ويوضح ومنهم مثلا رنزولي يرى انها تفاعل بين ثلاث امور او ثلاث حلقات او ثلاث قدرات هذه الثلاث قدرات اذا تمايزت وترابطت فيما بينها انتج لنا ما يسمى بالشخص الموهوب او الموهبه يرى رنزولي انها عباره عن ثلاث حلقات او ثلاث قدرات هي قدره قدره فوق المتوسط قدره عقليه فوق المتوسط وقدره عقليه او قدره ابداعيه وقدرة على الأداء أو الإنجاز أو المهمة هذه القدرات إذا ترابطت وتكاتفت فيما بينها أنتج لدينا ما يسمى بالأداء المتميز وهو الذي يسعى إليه الموهوب في الأخير آه يعني آه موضوع الموضوع الحلقات الثلاث لدى رنزولي الذي يراها هو يرى أن هناك قدرة عقلية هذه القدرة العقلية تكون ما يسمى بالذكاء أو ما تكونها الذكاء نعم <applause> فتقاس بمقاييس الذكاء وهي ما يطلق عليها مقاييس الاي <applause> كيو ثم بعد ذلك يحتاج هذا الشخص الذي يمتلك هذه القدره العقليه العاليه والذي لديه والذي لديه ميزه عقليه عاليه يحتاج الى قدره ابداعيه من اجل ان ياتي بجديد فاذا جاء بجديد فانها تكون لديه قدرتين وهي القدره العقليه العاليه وهو الذكاء ثم قدره ابداعيه يحتاج الى انه ينتج في الاخير انتاج موجود وواقعي لابد ان تكون لديه الدافعيه للانتاج جميل ويكون لديه مثابره ان ينتج انتاج يعتبر او يراه هو والمجتمع جديد جميل جدا استاذ محمد هذا ما يتعلق بالموهبه هو تعريف رائع جدا للموهبه لكن اردنا ان نقتصر التعريف على الشخص الموهوب الشخص الموهوب حقيقه هو الشخص الذي لديه قدرات واستعدادات غير عاديه نعم. وهو وهذه القدرات وال وال والاستعدادات هي عبارة عن قدرات غير عادية نعم. وأداء متميز يفرق عن بقية أقرانه في مجال أكثر من مجالات الإبداع أو التي يقدرها المجتمع وبخاصة في مجال التفوق العقلي والتفوق الابتكاري والتحصيل العلمي والمهارات والقدرات الخاصة نعم. ويحتاجون إلى رعاية والشخص هذا يحتاج إلى رعاية حقيقة معينة لا تتوافر في كثير من من المراكز الاجتماعية أو كثير من الأسر أو لا يوجد يعني ليست متوافرة في كثير من من البيوت نعم. لكنها تحتاج إلى أشخاص حقيقة مؤهلين ليقومون بهذه الرعاية وهذا التعريف الذي اعتمده حقيقة مكتب التربية والتعليم أو وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عام 1418 فهم يرون أن الطالب الموهوب في في تعريف وزارة التربيه والتعليم او الطلاب الموهوبين الذين لديهم استعدادات وقدرات غير عاديه او اداء متميز عن بقيه اقرانهم في مجال او اكثر من مجالات التي يقدرها المجتمع سواء هذه المجالات في التفوق العقلي او التفكير الابتكاري او التحصيل العلمي والمهارات والقدرات الخاصه لا تتوفر لهم تعليم رعايه تعليميه في كثير من المدارس وانما يحتاجون برامج خاصه داخل مدارس معينه او حتى داخل مراكز للموهوبين او في فصول خاصه داخل المدارس جميل جدا. استاذ محمد نريد ان نفرق بين الموهوب والمتفوق. وهل كل موهوب متفوق وكل موهو كل متفوق موهوب؟ الحقيقه المصطلحين لا ليس بينها حقيقه فصل. نعم. قد يعني اذا اذا اجتمعت تفرقت واذا تفرقت اجتمعت. اجتمعت نعم. كثير من الباحثين يستخدمون كلا الكلمتين حقيقه. نعم. او كلا المصطلحين مع بعض وهذا يعني يسبب يعني خلط و إشكالية في قضية أن المصطلحين إذا كانوا موجودين مع م. بعض لا بد أن يوجد بينهما فروق جميل لذلك أول من فرق حقيقة هو الباحث جيني ووضع للموهبة يعني مجال معين ووضع للتفوق أو ما يسمى بالأداء المتميز يعني مجال آخر فهو يرى حقيقة هو أول من فصل بين المصطلحين يرى أن الموهبة عباره عن قدره عقليه او استعداد فطري لدى الانسان نعم. فهو يراها انها اقرب ما تكون الى وراثيه الى نعم. سمه وراثيه موجوده فيه في الشخص آه هذا الشخص آه يستطيع آه أن آه نوصمه بانه موهوب اذا امتلك من آه من درجه الذكاء درجه معينه ويرى هو ان ان هذه ان هذه القدره الفطريه هي قدره وراثيه او آه امر طبيعي لدى لدى الانسان نعم. ويرى في المقابل التفوق انه اداء متميز فوق المتوسط ومعنى كلمه فوق المتوسط اي ان الناس ينقسمون على المحتوى على المنحنى الطبيعي نعم. للبشر الى ثلاثه اقسام ناس طبيعيين وهم اكثر والغالبيه العظمى من الناس نعم. وناس يدخلون او اشخاص في الجانب الايمن او الجانب الايسر احد الجانبين نعم. جانب فيه ذوي الاحتياجات الخاصه وما يسمى بالمعاقين والجانب الاخر وهو الجانب الموهوبين والمبتكرين والمبدعين، لذلك هو يرى اذا اجتمعت المصطل... اذا اجتمع المصطلحين الموهبه والتفوق فان الموهبه تقابلها استعداد فطري وذكاء. جميل. والتفوق يقابله اداء متميز وانتاج. جميل. جميل. يرى ان الموهبه تقاس باختبارات مقننه. التفوق يرى انه امر ملاحظ ومشاهد. نعم. يرى ان الموهبه مكونها الاساسي وراثي كما اسلفت. والتفوق مكونه اساسي بيئي الاساسي هو البيئي ويرى انها ان الموهبه لا تؤدي بالضروره الى التفوق فكثير نعم. من الناس يمتلكون قدرات عقليه عاليه وليس لهم انتاجات نعم. فهو لا يرى ان الموهبه تؤدي بالتالي الى التفوق ولكنه يرى ان التفوق شرط اساسي لوجود الموهبه فالشخص لا يمكن ان يكون متفوق في جانب معين ذو اداء متميز في مجال معين الا ان يكون لديه القدره العقليه العاليه التي يستطيع عن طريقها انتاج هذا المنتج فهو يرى ان ان التفوق مطلب اساسي لوجود لا ان يكون موجود الموهبه قبل ان ان توجد ان توجد التفوق الا هناك يعني بعض الشواذ او بعض الاشياء التي تطلع عن القاعده وتخرج عن القاعده وهذه غير معتده بها تجد كثير من الناس من ذوي الاحتياجات الخاصه ومن اصحاب التخلف العقلي نعم. لديهم تميز في اداء معين لكنه بالمقابل هذا الاداء المتميز نعم. مع مجموعته يعتبر متفوق او تعتبر موهوب متميز عن المجموعة عن المجموعة لكنه نعم. لا يكون على الوضع الطبيعي متفوق نعم وبالتالي المقياس الموجود حقيقة الان للموهوب هو ان يكون فوق العادي والعادي هو الطبيعي آه أن يكون طبعا لدينا ولعلنا في محاور قادمة إن شاء الله تعالى نبين أنه لدينا ما يسمى بالعمر العقلي والعمر الزمني. نعم جميل جميل آه هذا هذا فيما يخص الموهوب والمتفوق وهناك حقيقة مصطلحات يعني أكثر من هذه نعم آه مختلفة ومتباينة ولعل القارئ أو نعم المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة ترى وتعرف بعض هذه المصطلحات والان نعرج عليها ان شاء الله انا كنت بسالك استاذ محمد عن بعض المصطلحات القريبه من الموهوب والمتفوق المتفوق والمخترع والمبتكر والمبدع، مصطلحات نسمعها كثيرا ولكن نريد ان نميز بينها. الحقيقه ان المصطلحات الكثيره والمتشتته هي عباره عن مدارس نعم. يطلق اصحاب هذه المدارس هذه المصطلحات على بعض الناس او بعض الاشخاص. انا لا اجد حقيقه تفريق جوهري بين هذه المصطلحات إلا أن هناك إذا إذا اجتمعت في أمر معين أو في أمر علمي معين آه. نحتاج أن نفرق بينها في على سبيل المثال يقولون أن التفوق هو تحصيل جميل نعم ويرون أن الموهوب شخص لديه قدرة عقلية عالية أو استعداد فطري ويرون أن المبدع والمبتكر والمخترع هو من يأتي بجديد جميل جدا فكل شخص يأتي بجديد هذا الجديد سواء آه لم يكن موجود في السابق وأتي به من آه من جديد أو أنه تطوير لشيء قائم نعم. فيسمى بمخترع أو يسمى مبتكر أو يسمى مبدع وهناك ما مصطلح أخير وهو العبقري نعم. والعبقري حقيقة يطلق على الشخص الذي يفوق قدرة العقلية العالية أكثر من الوضع الطبيعي للموهوب وليس أيه. للعادي أيه. يعني إذا كان عندي شخص موهوب درجة نعم. ذكاؤه في المقا يعني في في المستوى 130 او اكثر او اقل قليلا فان العبقري يقولون انه يصل الى 160 او اكثر من ذلك فيما يسمى بمقاييس الذكاء. <applause> العبقري هو الشخص الذي لا يمكن لنا ان نتصور انه شخص بانسانيته وبشريته يمكن ان يوجد هذا الشيء او او يطور هذا الشيء ولكنها يعني هبه من الله عز وجل يعني يهبها لمن يشاء من عباده. نعم. هذا بشكل مختصر حقيقة فيما يسمى بهذه المصطلحات أؤكد على أن المصطلحات ليست ذات أهمية أعتقد للمشاهد العادي نعم. هي تهتم أو يهتم بها المختص لوجود بعض الفروقات فيها نعم. ولكن الموهوب هو الشخص الذي هو المتفوق وهو المبدع نعم. وهو المخترع وهو المبتكر والمبتكر كذلك هو المخترع وهو المتفوق وغير ذلك نعم طيب هل هناك علاقة بين الـ الذكاء والموهبة علماء النفس حقيقة يرون أن الذكاء نعم. ليس له علاقة بالموهبة ويقولون أن الذكاء عبارة عن وظائف في الدماغ موجودة هذه الوظائف يتعامل معها الشخص أو الإنسان عن طريق ثلاثة أمور فهناك من يرى أن يعرف الذكاء منهم من يعرف الذكاء بأنه قدرة عضوية فسيولوجية تلعب العوامل الوراثيه دور كبير فيها ومنهم من يرى انها ناتج ان الذكاء ناتج لعوامل اجتماعيه وعوامل فرديه شخص لديه قدره على التكيف مع المجتمع فهو ذكاء اجتماعي شخص لديه القدره على التحدث والوقوف امام الناس والخطاب الناس يرون انه هذا ذكاء لغوي شخص لديه القدره على حل المسائل الرياضية يرون أن هذا هو الذكاء الرياضي وهكذا حقيقة نعم. آه المجموعة الثالثة هي فيها ترى آه هي الناتج أو يرون أن الذكاء هو المنتج الذي يظهر نعم. فأي شخص لديه منتج آه مبتكر في فيطلقون عليه أنه ذكي جميل. هذا, ما هذا ما يدور حول آه أروقة أو في أروقة علماء النفس ولكن لعلنا في بداية الحلقة ذكرنا أن الموهوب هو من لديه قدرة عقلية عالية، والقدرة العقلية العالية تقاس بالذكاء. نعم. وبالتالي الذكاء جزء من الموهبة. جزء من الموهبة. والموهبة, والموهبة أيضاً جزء من الذكاء، فإذا كان أردت أن أن أوصف شخص بأنه موهوب، نعم. أحتاج لأمرين اثنين: إما قدرة عقلية عالية، أو أداء متميز في جانب من الجوانب المحددة أو المعينة، وبالتالي لابد أن يكون الموهوب ذكي. جميل. ولا بد ان يكون الشخص الذي ينتج انتاج مبدع وموهوب ان يكون ايضا ذكي فانا ما اجد حقيقه اشكاليه في قضيه العلاقه انا اقول علاقه قائمه بين الموهبه والذكاء فلا يمكن ان اقول لهذا الشخص موهوب الا اذا كان لديه قدره عقليه عاليه والذي لديه قدره عقليه عاليه لا بد ان يكون ذكي نعم طيب نستاذنك لمتابعه هذا التقرير سيد محمد ابداع جديد وابتكار جديد بس هذا في مجال الطيران معنا اخونا مخترع جديد ومختلف نهائيا نتعرف وياكم عليه نتعرف عليك قاسم ظافر الشهري من ثانويه القوعية اخوي ظافر اعطيني اسم الابتكار الموجود حاليا طال عمرك الطائره صديقه للبيئه بحيث انها ما تصدر غازات واللي هو دخان اول ثاني اكسيد الكربون تمام، طيب ايش المشكلة اللي طلعت لها الحل حق الطائرات الصديقة للبيئة؟ المشكلة طال عمرك مشكلة كبيرة اللي هي الاحتباس الحراري واكبر مسبب لها البشر. بما ان الطائرات يعني شوف طائرات العالم كلها قريبة من طبقة الاوزون يعني اول ثاني اكسيد الكربون ياكل في الاوزون. على كذا مع مرور السنين راح يختفي الاوزون عاد. ما في شيء يحمينا من اشعه الشمس الضاره طب كيف, طيب كيف انها صديقه للبيئه هل ما فيها عادم يطلع منها تشتغل بشيء ثاني غير البنزين طال عمرك استبدلنا الوقود اللي هو البنزين الكيروسين بثلاثه مصادر للطاقه في الطائره اول مصدر لها اللي هو الشحن الارضي شاحن عادي زي شواحن السيارات الكبيره لا المبتكره في اوروبا ثاني مصدر للطاقة اللي هو اللوائح الشمسية زي ما انتم شايفين هنا موصلة ببطارية الثالث شيء اللي هو الدينامو زي ما هو موضح هنا محول طاقة طاقة حركية إلى طاقة كهربائية خزن في البطاريات طبعا أنا ما اعتمدت اعتماد أساسي على اللوائح الشمسية لأن ممكن الليل تقلع الطائرة شيء طبيعي ان ما في شمس عرفت فتكون مخزنة من الصباح وثاني شيء اللي يساعد اكثر اللي هو الشحن الشحن الارضي. اي نعم. طيب يعني انت اعتمدت بالطاقه الشمسيه عشان اذا خلصت البطاريات يكون في شيء بديل ولا؟ نعم اللي هي البطاريات الاحتياطيه يعني البطاريه الام الرئيسيه. نتعرف مع اخونا قاسم كيف راح تطير هذه الطياره؟ خليكم معنا. اللي هو اللاسلكي عن بعد ابدا التشغيل الان. يعني حاليا هذه الطياره ما ما تشتغل على بنزين ولا شيء هي كلها كهربائية ر... يعني كل الطيارات راح تكون زي كذا اي نعم ويمدينا نطبقها على اللي هو شو اسمه الطائرات المجنحة الطائرات المجنحة اي نعم زي الايرباص <applause> اي نعم والسي خمسة قليل <applause> المشاريع بتروح هذا شخص أبدع غير مجال الطائرات نهائياً حولوا بدلاً من هو وقود صار إلى طاقة كهربائية وشمسية أنتم عندكم القدرة أنكم تبتكرون أكثر وأكثر في انتظاركم في أجمل ابتكارات منكم ومنهم. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد مرحبا استاذ محمد اهلا وسهلا استاذ محمد فيه سؤال عن بالنسبه لمجال الموهبه هل هو مقصور على مجال معين؟ لعلنا من خلال التقرير السابق نعم نشاهد انه هناك حقيقه مواهب متعدده ومتنوعه نعم وهذا فيه دلاله على اجابه واضحه لسؤالنا المطروح وهو هل هي مقصوره على مجال؟ نعم. هي لا تكون مقصوره على مجال اطلاقا جميل. بل هي متعدده ومتنوعه، ولو كانت مقصوره على مجال واحد ما راينا مثل هذه الاختراعات المتنوعه، حتى الاشياء التي نقوم بممارستها في حياتنا اليوميه العاديه. الموهبه حقيقه متنوعه، ليس لها مجال واحد، بل انها من المفترض ان تكون وهذا طبيعي جدا انها تكون متنوعه ومتفرقه، تخدم مجالات متعدده ومتنوعه. اريد ان اركز حقيقه في قضيه المجال على نوعين من المجالات. نعم. هناك مجال ما يسمى بالقدره العقليه العاليه وهي التي ما يسميها نسميها ب قياس نسبه الذكاء والقدره العقليه المتميزه. هذا مجال من المجالات فهذا الشخص الذي لديه القدره العقليه العاليه هو يستطيع ان يقوم بحل المشكلات. بشكل عام يستفيد جدا من مهارات التفكير وما ما تسمى باستراتيجيات التفكير ايضا اذا وضع في موقف مشكل سيجد ويحاول بالقدره العقليه التي يمتلكها والتي وهبها الله عز وجل ان يوجد حلول ويعني طرق لمعالجه هذه المشكله وهناك ما يسمى بالمواهب الخاصه او المجال الاخر وهو مجال المواهب الخاصه وهذا المجال حقيقه هو التميز في الأداء نعم. فشخص من الناس هو طبيعي لكن فنان في الرسم على سبيل المثال جميل هذا نطلق عليه أنه موهوب موهبته في أداء متميز في مجال معين ومحدد نعم. الأول كان لديه قدرة عقلية عالية ممكن أن يخوض أكثر من مجال وأكثر من طريقة وأكثر من عمل في المجال الثاني وهو النوع الثاني من المجالات وهو مجال الأداء المتميز وهي القدرات العقلية الخاصة أو الطلاب الموهوبين أو الأشخاص الموهوبين ذوي المواهب الخاصة لدينا ونرى ونشاهد حقيقة طلاب أو أشخاص متميزين في الرسم أشخاص متميزين في الاستدلال الرياضي والحسابي نجد طلاب أو أشخاص متميزين في الإلقاء في الخطابة وهكذا تتعدد المجالات وتتنوع لكنها تنضم تحت تحت مجالين اثنين، اما ان تكون قدره عقليه عاليه واما ان تكون قدره عقليه خاصه او اداء متميز في مجال معين. استاذ محمد بالنسبه للموهبه هل تنمو بالمحاوله والتجريب ام بالاطلاع والدراسه؟ الحقيقه اي عمل او اي اي مهاره او اي قدره نعم. كلما ازداد المراس والتمرين عليها، نعم. كلما زاد ادائها وقويت وقويت في 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 ادائها. نعم. وكلما تركناها ولم نهتم بها، نعم. كلما نضبت وزالت. نعم. قد تصل الى الزوال، ولذلك يعني لابد للموهوبين من رعايه، جميل. ولابد من خدمه، ولابد من اهتمام خاص بهم. نعم. مثلهم مثل بقيه الحقيقه الذين يحتاجون لرعايات خاصه. نعم. من ذوي المواهب او من ذوي الاحتياجات الخاصه. جميل جدا استاذ محمد بالنسبه للموهبه هل هي وراثيه ام مكتسبه وهذا موضوع حقيقه يعني شائك وكبير جدا حقيقه نعم. وتكلمت كثير من الدراسات وطرحت هذه الاشكاليه رغم انها اختلافات في مضامين علميه نعم وليست اشكاليه في اشخاص نعم. يعني هذا الشخص هو من وراثته موهوب او انه اكتسب هذه الموهبه نعم. نحن نقول الاستعداد الفطري لا بد أن يكون موروث جميل. الشخص يعني بحكم الجينات الشخص لابد أن يكون لديه درجة معينة من القدرة العقلية اللي تمكنه من أنه يصبح موهوب في أداء متميز نعم. نجد حقيقة أن كثير من الدراسات ومنها دراسة جينيه يرى أن الموهبة تظهر في مجالين إما أن تكون مجال فطري وإما أن يكون مجال مكتسب ويعرف المجال أو يعرف المجال الفطري بأنها امتلاك القدرات لم يتم التدريب عليها. أيوة. فنجد نعم. حقيقة في طفل صغير لم يدخل يعني خضم الحياة. نعم. نجد طفلين يعني على سبيل المثال طفل يستطيع أن يمشي ويعني ويقف في سن معينة وطفل آخر. يجد انه نجده انه يتاخر في المشي وفي الخطى وفي الوقوف وقد يكون توأم لكنهم مختلفين في الوقت الذي بدأ كل واحد فيهم المشي او الحركه فهذه ليست تدخل للبيئه بشكل بشكل كبير او مؤثر واكسبه المشي نعم نجد ايضا انه او يعني في المجالات في المجال الاخر والمجال المجال المكتسب الموهبة هو إتقان قدرة معينة ويحتاج هذا الشخص أو مهارة معينة ويحتاج هذا الشخص إلى التدرب والتمرس عليها بحيث أنه يستطيع أن يكون فيها متميزا عن بقية اقران أقرانه فنجد على سبيل المثال الشخص الذي يحب أو يهوى الرسم وميولة في الرسم على سبيل المثال أنا أذكر هذا المثال لأنه أقرب إلى الذهن نجده أنه إذا كان لديه قدرة عقلية مناسبة وتذوق فني آه و ولا ولقي حقيقة الرعاية واهتمام فإن القدرة العقلية اللي كانت موروثة وأدخلنا عليها المكتسب وهو التعليم والرعاية والتدريب أنتجت لدينا شخص متفوق أو ما يسمى بالموهوب ذوي أداء متميز فكلا فكلا العنصرين حقيقه او في كلا المجالين سواء الفطري او المكتسب يعني يدخل يدخل ضمن الاداء المتميز لدى هذا الشخص. نعم. ختاما في هذا المحور حقيقه المحور هذا يحتاج الى وقت طويل جدا حقيقه في قضيه طرح الاختلافات واوجه الاختلاف واوجه المقارنه بين من يرى انها مكتسبه ومن يرى انها انها يعني موروثه ليس حديثنا هذا الان في يعني بشكل متخصص فيها لكن ما اريد ان اصل له الموهبه موروثه جميل ومكتسبه في نفس الوقت نعم أيام. اقصد بالموروث نعم. هو الاستعداد الفطري واقصد بالمكتسب هو الاداء المتميز الذي يمكن ان يتدرب او يتدرب عليه الشخص وينمي مواهبه وقدراته فيها هل للبيئه دور يعني في الموهوب او صقل مهاره الموهوب إذا كانت البيئة مثلا متوفرة فيها الإمكانيات مثلا يعيش في مدينة متوفرة فيها الإمكانيات أو يكون في قرية مثلا الإمكانيات فيها أقل أو تعلم الوالدين الحقيقة كل العناصر التي ذكرتها مرتبطة ارتباط مباشر وكبير جدا بالموهوب لعلنا يعني إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة يعني نؤكد على موضوع السن المناسب لل جميل. للموهبة ومتى تظهر الموهبة في أي, في أي سن أو في أي عمر نعم. ولكن نعرج الآن حقيقة على مثال بسيط يدركه جميع الناس ويعرفه أيضا جميع المشاهدين والمشاهدات وهو قضية النبتة الصغيرة صحيح البذرة الآن إذا وضعناها في تربة هذه التربة صالحة ثم قمنا بالرعايتها والاهتمام بها وسقيها فإنها ستخرج بعد توفيق الله عز وجل وبعد إرادة الله عز وجل نعم. نبتة صالحة نستظل بظلها ونذوق من ثمارها وهكذا تخيل معي أن هذه النبتة لم ترعى ولم تتل يعني أو لم تكن في بيئة خاصبة مثلاً. لم تكن في بيئة مناسبة سواء نعم. تربة مناسبة عزكم الله والمشاهدين والمشاهدات ولم تكن ايضا في من قائم عليها شخص يقوم برعايتها والاهتمام بها نعم. توفير الجو المناسب لها توفير البيئه المناسبه توفير الضوء مثلا يعني جميع جميع الاحتياجات التي تحتاجها النبته م. سنجدها لا لا يمكن ت... لن تنبت نعم. او اذا نبتت تكون هزيله وغير صالحه حتى حتى الانسان سبحان الله تعالى ان لم يجد يعني ان يكون ان تكون فيه موجود قدره عقليه ويكون في استعداد فطري نعم. فان لم تكن هذا يعني لم يكن لهذا الاستعداد الفطري اهتمام ورعايه نعم. فانه بلا 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 منازع ينضب ويختفي نعم. في فيما, فيما يسمى فيما يسمى بالاداء والمنتج النهائي وهذا مصداق عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. كل مولود أن يولد على الفطره صحيح نعم آه المولود الذي الحديث الذي ذكرته حقيقه نعم. آه يعني آه أصل من الأصول التي نقوم عليها في رعاية الموهوبين نعم الإنسان بطبعه وعلى فطرته التي فطر الله عليه عز وجل عليها نعم. إنسان صالح نعم بطبيعة الصالح بطبيعته نعم لذلك ستؤثر علي عليها البيئة أيوة والبيئة تؤثر على هذا الشخص إما بالسلب وإما بالإيجاب فإما تعزز الايجابيات التي موجوده لدى هذا الشخص او انها تقوم بالتقليل والتقليص من هذه الايجابيات ومن ثم احلال سلبيات مكان هذه الايجابيات ليكون انسان يعني او شخص غير سوي او غير صالح للمجتمع. لذلك اريد ان اؤكد على انه الطفل الصغير ما تعطيه حقيقه وما تبذل معه سواء المربون او الاسره ما يبذلونه مع هذا الشخص او مع هذا الطفل هو ما سيجنونه في المستقبل يعني بكل تاكيد نعم طيب استاذ محمد لدينا بعض الصور نريد تعليقك عليها طال عمرك الحقيقه الصوره هذه لعلها جاءت مصداقا لما ذكرناه في المثال السابق وهي النبته الصغيره التي نقوم برعايتها في هذه الصوره تمثل هذه النبته البدايه جميل هذه البدايه نريد يعني من خلال هذه الصوره نريد ان ننقل هذه الفسيله او هذه الشتله الى منطقه مناسبه وبيئه مناسبه للرعايه والاهتمام بها فقد تكون بدايه هذه النبته في بيئه غير مناسبه وغير صالحه لذلك سنحتاج الى نقلها الى بيئه مناسبه وبيئه صالحه من اجل ان نقوم برعايتها والاهتمام بها مثلها مثل حقيقه الطالب الموهوب او الشخص الموهوب جميل. الذي يلقى من المجتمع ومن الاسره اهتمام وتقدير ورعاية. ورعايه نعم لتكون بدايته نعم. بدايه صالحه ونهايته في الاخير او في اخر المطاف نعم. آه يعني مثمره ونافعه باذن الله له وللمجتمع نلاحظ الصوره الثانيه كذلك استاذ محمد الحقيقه اذا اردنا انه يعني نعلق على هذه الصوره اي شخص لا يعرف الى اين يذهب فهو لا يعرف الى اين يصل بد من تحديد ال لابد الهدف. ان يحدد هدفه الشخص نعم. آه، وهذه تصل حقيقه يعني وتكون مناسبه جدا لمن يقوم برعايه الموهوب في المقام الاول قبل ان تكون للموهوب، الموهوب لابد ان يحدد ماذا يريد وماذا يريد ان يصل له نعم. وفي المقام الاول نحتاج الى الراعي سواء المربي او الاسره الوالدين ان نعم. نحت... يع... يعني يعرفوا ويحددوا بالضبط ماذا يريدون ان يصلوا له من خلال رعايتهم لهذا الابن او لهذا الشخص آه ما هي اهدافه كيف يمكن ان نحقق له اهداف نعم. ونسعى ان شاء الله تعالى الى تحقيقها الصوره معبره تحتاج الى حلقه كامله للتعليق عليها جميل جدا ونقول لك جزاك الله خيرا آملين ان نلتقي بك مرات اخرى حتى تنقل لنا لنا وللمشاهدين عامه ثقافه الموهبه التي نحن في حاجه اليها خاصه ان اولى خادم الحرمين الشريفين اولى هذا الجانب اهتماما كبيرا وله كلمات مشهوره في هذا الجانب ونودك على امل اللقابك قريبا ان شاء الله الله يحييكم شكرا للاستضافه حقيقه وان كان من تعليق اخير آه اذا اردتم آه مثال النبته هو لا 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 والصوره التي آه عرضت على الاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات هي مقتضبه من كلمه خادم الحرمين الشريفين حقيقه حفظه الله هذا العملاق حقيقه والموهوب اولى اهتمام كبير جدا برعايه الموهبه والموهوبين. الان اصبح الاهتمام ضروري جدا بهذه الفئه الغاليه حقيقه علينا بما يفرضه علينا التقدم العلمي والتكنولوجي ان لم نوفر لها الرعايه الكامله والرعايه المناسبه فاننا سنفقد حقيقه كثير من هؤلاء الاشخاص الذين نعتز بهم ان شاء الله تعالى، ولعل المملكه العربيه السعوديه حقيقه لن تفقد وما فقدت حقيقه، وما البرامج التي تنفذ الان على مستوى الوزاره، وزاره التربيه والتعليم، او حتى على مستوى موهبه مؤسسه الملك عبد العزيز ورجال الموهبه والابداع، الا ثمره ويعني وطريقه للرعايه والاهتمام. اشكر لكم حقيقه استضافتكم، اشكر للاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات حقيقه يعني استماعهم لنا وآملا إن شاء آمنا إن شاء الله تعالى أن يكون حققنا بعض من نشر ثقافة هذه الموهبة مشاهدينا الكرام إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج مواهب ودمتم في رعاية الله